خلاص نار قلبك بردت لما تعترت في هالة بنت حيدر؟ ايه يا عم اللي بتقوليه ده؟ اللي بقوله قلته من زمان. طريقك انت وهالة ما هوش طريقي. ياما والله ده ظلم، ده ظلم ياما. ياما انا ما صدقت لقيت البنتين. بعدين هالة دي اللي انت ظلمها من زمان ربت العيال احسن تربية، خلتهم دكاترة دكاترة ياما. ان شاء الله يبقوا علماء، ده ما يخصنيش. ولا هتعمل زي عادل اخوك، اكبر واعلم واوكل وتبقوا رجاله وتجوا النسوان تعصيكم على ابوكم؟ ده جزاتي، جزاتي ان انا سبت الصعيد وجبتكم هنا. اهدي يما، علشان خايفه عليكم من الموت. طب اهدي يما، خايفه عليكم من الموت والطار. يما اهدي يما، اشتغلت واتبهدلت وبكت كيف الخدامه علشان اوكلكم واربيكم وخليكم رجاله، ودي اخرتها، دي اخرتها، دي اخرتها يا ربي. يا عيني عليك يا منى اللي ما حد نفسك يا منى، يا عيني عليكي حتى اولادي اللي شقيتي عليهم وربيتيهم يا ما مش كده يا وخبرتيهم وخبرتيهم.